أنا متفائل جدا يعني بما سيقع في هذه الجهة وفي هذه المنطقة بفضل المشروع الملكي ديال لبور هذا الميناء الجديد إن شاء الله، أنه تحول كبير سيقع في المنطقة، تحول كبير اللي غادي يخلي هذه المنطقة لا سياحيا ولا فلاحيا ولا صناعيا، أنه يمكن تكون شي حاجة اللي هي جد إيجابية بالنسبة للتشغيل وبالنسبة للمواطن.